سابقات الريح خيل مسرجات على الوذن تباشر وبخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي الوذن، البرنامج اللي طلع عليكم من استديوهات قناة الريان بالغرب من مجلس الخيالة بمنطقة سوق واقف، لينقل لكم سباقات نادي سباق الفروسية اللي قام في مضمار الفروسية في منطقة الريان. عودكم هذا البرنامج كل أسبوع بوجود المحللين اللي يحللون أكيد السباقات اللي وصلنا 9 أيام، وإن شاء الله ندخل على سيف سيدي سمو أمير البلاد المفدى. وقبل أن نوصل للسيف، أكيد الأسباقات جارية وموجودة والمنافسة قوية، واللي بيحدثنا عن هذه المنافسات إخواني المحللين المتواجدين معاي في الاستديو. بعد ما رحبنا بكم نرحب بهم بداية مع السيد عبد الله بن راشد الكبيسي، محلل في قناة الريان الفضائية. مرحبا ومسهلا أبو خليفة. يا مرحبا بك، حياك الله أبو علي. الله يحييك، وأكيد الترحيب موصول بالسيد إبراهيم بن سعيد المالكي. يا مرحبا ومسهلا يا أبو سعيد. الله يبارك فيك أبو علي، إن شاء الله الأمام إن شاء الله. محلل أكيد في قناة الريان الفضائية واللي ملقب بالمدرب الناري، وأكيد نرحب بالمدرب جاسم محمد الغزالي. يا مرحبا ومسهلا. حياك الله أخوي فهد، ونحيي مشاهدي قناة الريان، إن شاء الله نقدم لهم اللي يستحق ان يشاهدونا ان شاء الله. ان شاء الله. محلل ايضا في قناه الريان الفضائيه ملقب بالمرعب الناري والمرعب اليوم، بنشوف ايش سووا في الشوط اللي راح. واكيد الترحيب موصول بالسيد راشد بن محمد الجهني، محلل في قناه الريان الفضائيه. مرحبا ومسهلا ابو محمد. يا مرحبا، مساكم الله بالخير جميعا. يا مرحبا بك ابو محمد. انا اللي بلقب لانه اخذ التاج الثلاثي، مدرب التاج الثلاثي يستاهله. طبعا اسبوع في بدايتها اسبوع اللي راح ان شاء الله كان سباق يوم الخميس، ابو محمد يضحك علي، كان مضمار رملي، والمضمار اكيد كانت فيه منافسه. ولكن قبل أن ندخل في هذه المنافسه خلونا نسولف شوي مع ضيوفنا المتواجدين. ابو خليفه، نبغى نوضح للمشاهدين سيف سيدي سمو امير البلاد المفدى، مثل ما احنا عارفين انه كان تاريخ 26 و27 و28، يعني مشاهدينا كان يوم جمعه وسبت، والأحد هو اليوم الرئيسي اللي على سيف سيدي سمو الأمير. ولكن ارتأت إدارة نادي الفروسية تخلي يوم الأحد اللي هو السباق الرئيسي يكون يوم الخميس تاريخ 25/2 يصادف يوم الخميس. أبو خليفة ترحل الجدول. هو ترحل اللي هو سباق سيدي سمو الأمير بيكون تاريخ 25 اللي هو يوم الخميس، والسباقات الاثنين اللي كانوا قبل السباق الكبير بيصيرون بعد الجمعة والسبت. فالسباق الرئيسي اللي هو على سيف سيدي سمو الأمير بيكون تاريخ 25 اللي هو يصادف يوم الخميس، والإدارة رأت هذا الشيء وغيره. وصراحة كله كانت في دعوات وفي خيل جاية من برا، والحمد لله الأمور كلها إن شاء الله طيبة وزينة. اللهم بس تغيرت يعني في اللي هو اليوم الرئيسي كان الختامي بيكون الأحد، صار الخميس. صار الخميس. أما صار اللي يعني شوف، دائما يعني أنت في السباقات تكون عندك يعني النهائي الفاينل آخر شيء، فصار عندنا إحنا في البداية الحين سباق سمو سيدي الأمير بيكون اللي هو يوم 25 يوم الخميس، هو الحدث الكبير اللي كلنا ننتظره. والايام اللي هو 26 و27 السباقات الاضافيه اللي تضاف لتكمله لها هذا السباق الكبير. بيض الله وجهكم. واكيد مثل ما ذكر اخوي ابو خليفه المدربين جاهزين سواء كان يوم احد ولا خميس، واكيد ضيوفنا اللي بيجونا يا مرحبا بهم يكونون جاهزين ان شاء الله يوم الخميس. ابو سعيد متالق في الاسابيع اللي راحت، انتم كمدربين بيض الله وجه اداره نادي سباق الفروسيه لاحظنا انها خفت من الضغط عليكم بحكم ان كل اسبوع يكون سباقين، خلوها سباق واحد ولكن خلوا اسبوع رملي واسبوع عشبي، هذا ما اثر عليكم كمدربين؟ لا طبعا، الخيل دائما في عندنا خيل تركض على الرمل وفي خيل تركض على الحشيش، فاخر اسبوعين اللي قبل
الحفل الكبير خلوها رملية، وشاركت الخيل الرملية اللي بتكون تأخذ لها حق في المنافسة وفي السباقات على أساس ما ينتقل على كاس على سيف سيدي عشان يعطون الأمير بعد إنه ينمو ويستوي، يعطونه فرصة، يعطونهم فرصة. الخيل اللي ما تقدر تركض على الحشيش فتأخذ لها فرصة أن تركض على الرمل أسبوعين عشان ما راح تكون لها سباقات على الرمل في الحفل الكبير. وبعدين في نفس الوقت شكل ما قالوا في عبد الله يعني يعطون الحشيش راحة على أساس إنه ينمو بطريقة زينة. جايك مركض قوي ومنافسة قوية بتكون، نعم، ثلاثة أيام متتالية، ثلاثة أيام وراء بعض، والحشيش يعني تقريبا حيستهلك أو حيمداس بقوي يعني. صحيح. فيحاولون أن يعني يرتبون المضمار بأحسن صورة، وإن شاء الله يعني إدارة نسبة فروسية عاملة احتياطات وعاملة استعدادها حق الحفل الكبير، ونتمنى الأحسن يعني. أتمنى لك أنت وأخوانك المدربين التوفيق، والمشاهدين إن شاء الله الحضور في نادي سباق الفروسية. قبل أن ندخل في السباقات أبو محمد، أعتقد أنك أنت خلاص تقريبا نص جيادك ريحتها للسباق، والباقي إحنا قاعد تصفي بعد. هذا شيء أكيد إن شاء الله، يعني سباق سيد سمو الأمير هو أفضل سباق عندنا والسباق الرئيسي، وهو أهم سباق عندنا في برنامج الموسم كامل يعني على خارطة السباقات. لو يجي حق أي مدرب ولا أي مالك، سباق سيد سمو الأمير هو الهدف الرئيسي للكل، بالذات يعني نتكلم المزارع الكبيرة، الملاك الكبار، المدربين الكبار دائما يركزون على السباق هذا كثير. طبعا احنا كمدربين في جزء من خيلنا من فترة يعني ما دخلت سباقات محضرة حق السباقات الكبيرة مثل هذه، والخيل اللي لها فرص تشارك في السباقات الرملية خذت حقها وحصلت له فرص الأسابيع اللي راحت الحمد لله. عندنا يمكن هذا الأسبوع آخر سباق رملي، وإن شاء الله تحضر حق سباق سيد سمو الأمير. السباق جاهزين نحن إن شاء الله، وحتى التغيير اللي صار من يوم الأحد للخميس ما راح يأثر علينا نحن إن شاء الله، يعني الموضوع جاهزين من قبل نحن، ونتمنى إن شاء الله الجميع يتوفق في السباق هذا ويظهر بالصورة اللي يعني نتمناها كلنا إن شاء الله. وهذا مهرجان سيد سمو الأمير، وبالذات حضور سيد سمو الأمير في المهرجان هذا هو شرف لنا كلنا صراحة. بيض الله وجهك. وصلنا لأخونا راشد أبو محمد، هو الوحيد اللي ما رشح لنا الحين حق السباق الجاي، أبو ثامر الله يمسيه بالخير، علي المحشادي مسافر وطرش ترشيحه، أبو محمد موجود لأن الحين ما رشح. أبو محمد شلون شفت السباق بشكل سريع؟ مساكم الله بالخير. مرحبا اللهم السلام. يعني نشوف مثل ما قلت لك، أنا الأوزان تخربط الواحد في هذه حق السباق الجاي. اي عشان الترشيح بعد. اي لا احنا نقول السباق اللي راح هذا جايينا جايين. لا ان شاء الله شوف السباق، طبعا سيد سمو الامير من يعني اكبر السباقات مثل ما تفضل اخوي ابو محمد، فيعني الكل عد العده بهذا السباق، خصوصا يعني نشوف المدربين الحين يعني الخيل اللي عندهم المهمه شوفها لها كم من اسبوع ما نزلت المضمار، يعني أكثر خيل مهمة ما نزلت مضمار، ففعلا يعني هذه الخيل تلقاها جاهزة تجهز لهذا يعني السباق الكبير. وبالنسبة يعني إن تأخر يوم أو تقدم يوم، لا في وقت، ما زال في وقت، ما راح يأثر على المدربين، بالعكس يمكن يكون بعد أصلح لهم بحيث إنه يكون يوم خميس ويكون سباق كبير يعني. ودائما مثل ما تفضل أخوي أبو خليفة قال لك إن الختامي هو بيكون سباق طبعا الكبير. أكيد أبو محمد يعطيك الصحة والعافية، مثل ما بيض الله وجه أخواني ووجهكم كمشاهدين. الأسبوع اللي راح كان عندنا مضمار رملي، خلونا نتابع معاكم الشوط من الأول إلى الرابع. ثلاثة عشر من الجياد العربية الأصيلة المبتدئة للإنتاج المحلي افتتحت السباق 31 على كأس مرمي على المضمار الرملي. فاز المهر الأحمر مقدام الزايدي ملك الشيخ فيصل بن محمد بن جاسم بن ثاني آل ثاني بالشوط الأول بقيادة إيفرت فايفر وإشراف إبراهيم المالكي، محققا زمنا وقدره دقيقة وعشرون ثانية وواحد وعشرون جزء من الثانية. جاء المهر الأحمر إي جي إس براغ ملك مربط الجريان في المركز الثاني، وتبعته المهر الشقراء هجران ملك قرن في المركز الثالث. أربعة عشر من الجياد العربية الأصيلة الفائزة بسباق إلى أربعة سباقات انطلقت في ثاني الأشواط على مسافة 1600 متر.
جدد المدرب إبراهيم المالكي تفوقه وخطف الشوط الثاني عن طريق الحصان الأحمر الطويل ملك ساعد ربيع العجلان الكعبي الشوط بقيادة بيير كونفرتينو. حصد مربط الجريان المركزين الثاني والثالث عن طريق الحصان الأزرق الخطاف والحصان الأزرق إي جي إس فتح الخير. ثماني جيات تنافست في ثالث الأشواط للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي على مسافة 1400 متر. فازت المهرة الحمراء مراقبة ملك خليفة شعيل الكواري بالشوط محققا زمنا وقدره دقيقة و28 ثانية و87 جزء من الثانية بقيادة ستيفان لاجاج وإشراف جاسم الغزالي. حل المهر الأحمر رعد الزعيم ملك مشعل علي العطية ثانيا، تلته المهرة الشقراء محبوبة ملك سلطان أحمد الجابر في المركز الثالث. الحمد لله الله وفقنا فايز شوط وفزنا بطول ولا طولين مع الحصان رعد الزعيم، رعد الزعيم حق مشعل بن علي العطية. حصان يعني هو مثل ما تقول ملك، يعني ملك تاج لوكال ثيرابي رد. الحمد لله الله وفقنا، الحمد لله. 12 من الجياد انطلقت في رابع الأشواط للخيل المهجن الأصيلة على مسافة 1200 متر. فاز الحصان الأحمر نيو هوب ملك راشد خميس سيف الكواري بالشوط محققا زمنا وقدره دقيقة و12 ثانية و88 جزء من الثانية بقيادة ألبرتو سنا وإشراف محمد راشد الكواري. جاءت المهرة الحمراء تشيسفالي ملك المهندس ضافي راشد المري في المركز الثاني، تبعتها الفرس الحمراء ديباوي كوست ملك أحمد حسن المالك الجهني في المركز الثالث. يا مرحبا بكم مشاهدينا، طبعا ألف مبروك للي حصل على المراكز الأولى في هذه الأربع أشواط، ومعوضين خير إن شاء الله للي ما حالفهم الحظ في الأشواط القادمة والسباقات الجاية. طبعا شفنا تصدر إبراهيم المالكي في الشوط الأول والثاني، ومن ثم جانا جاسم الغزالي الشوط الثالث ومحمد الكواري، هذولا كمدربين في الأشواط الأربع الأولى. أما الملاك شيخ فيصل ألف مبروك، الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، سعد بن ربيع العجلان الكعبي ألف مبروك، خليفة بن شعيل اللي شفناه في هذا اللقاء ألف مبروك، راشد خميس سيف الكواري ألف مبروك، أبو سعيد بحكم أنك حصلت على المركز الأول مرتين في الشوط الأول والثاني، شلون انطباعك عن هذه الأربع الأشواط اللي شفناها؟ الصراحة الأشواط كلها حلوة كانت، وكانت يعني في منافسة قوية خصوصا إذا كانت الخيل متقاربة، خصوصا في الشوط الثاني صراحة كان يعني دخول جماعي من ثلاثة وأربع جيات. الشوط الأول أعتقد أنه كان مقدام الزادي، كان يعني أنا بالنسبة لي أنا كان مرشح في حق الفوز في الشوط هذي، ركض أول ركضة لجي ثاني، وبعدين هذا الأسبوع اللي راح جي ثاني، الأسبوع اللي طاف جي ثاني والركضة هذه جي أول، قاعد يقدم مستوى زين الحصان صراحة يعني، ومتوقعين له كان الاسم دي. كانت عنده شوية مشاكل في الستارت قبل، فالحمد لله تغلبنا عليه. لو تشوف الحصان عمره 6 سنوات والسنة أول سنة يشارك. المراقبة صراحة خير حق خليفة بن شعيل الكواري وأخوي جاسم قاعد المدرب، كانت بين المراقبة ورعد الزعيم كانت في منافسة قوية لحد الأمتار الأخيرة. المراقبة تفوقت على رعد الزعيم في الأمتار الأخيرة، والمدرب واحد جاسم، والمدرب غزل. واحد كله مدرب واحد يعني، في ما عنده مشكلة جاسم من اللي فوز. المشكلة عند المالك، المشكلة عند المالك. نيو هوب صراحة ثاني ركضة في الدوحة، الأول ركضة يمكن ما قدم مستوى المطلوب، لكن شفناه في الطلوع صراحة جيد له في الركضة هذه حق راشد خميس سيف الكواري، ومحمد الكواري هو نفسه مدربه الحصان. ما كان من أحد المرشحين صراحة في الشوط، على أساس أن أول ركضة ما كانت مقنعة كانت في الشوط، لكن أدى أداء جيد. البرتو سناركبة طريقة حلوة صراحة، عرف حق الحصان ويستحقون الفوز إن شاء الله. بيض الله وجهك، اكيد يستحقون الفوز، الف مبروك ويستاهلون، ومعوضين خير اللي ما حالفهم الحظ. السباق كان 9 اشواط، تابعنا معاكم
أول أربع أشواط. خلونا نشوف معاكم من الشوط الخامس إلى الثامن. ثلاثة عشر من الجياد تنافست في خامس الأشواط للخيل المهجن الأصيلة تكافؤ على مسافة 1200 متر. خطف المهر الأحمر ستولن ستوري ملك المدرب عبد العزيز الكثيري الشوط محققا زمنا وقدره دقيقة واثني عشر ثانية وخمس وخمسون جزء من الثانية بقيادة ماركو مونتيرسو. جاءت الفرس الحمراء سيلفيا بنخورس ملك سعيد إبراهيم المالكي في المركز الثاني، تبعها الحصان الأحمر ذا سكاتلر ملك مربط زاخر في المركز الثالث. والله بالنسبة للحصان هذا حصان ستيلينغ ستوري ينحدر من سلالة الفحل كودياك، هو من إنتاج دارلي، طبعا مزرعة دارلي معروفة لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي، وهذه من أفضل السلالات عندهم. الحصان كان يركض في بريطانيا مسافات 2400-2300 مسافات طويلة جدا، فجربته في سباق هنا اول ما جاء في كان شوط 1600، والحمد لله الحصان كان يبين علي يبي مسافه اقصر من المسافه اللي ركضها، فاستغربت ان الحصان كان يركض في بريطانيا مسافات طويله. فاليوم جربته في 1200 رغم ان المضمار رملي، والحمد لله يعني كان من فوق المستوى المتوقع منه. 13 من الجياد انطلقت في سادس الأشواط للخيل المهجن الأصيلة تكافؤ على مسافة 1200 متر. حصد الحصان الأشقر إنكريديبل ملك المدرب حسن علي المطوي الشوط محققا زمنا وقدره دقيقة واثني عشر ثانية وسبعة عشرة جزء من الثانية بقيادة باري دويل. جاء الحصان الأحمر جاثرس ملك يوسف الشيبي ثانيا، ليتبعه المهر الأحمر رجم ملك عبدالله المعضالي. تسع من الجياد تنافست في سابع الأشواط للخيل العربية الأصيلة تكافؤ على مسافة 1400 متر. فازت المهرة الحمراء سام جيدة ملك خليفة شعيل الكواري بالشوط محققة زمنا وقدره دقيقة واثنان وثلاثون ثانية وثلاث وسبعون جزء من الثانية بقيادة ألبرتو سنا وإشراف جاسم الغزالي. حل الحصان الأزرق جلمود ملك مزرعة الوسمية ثانيا، تلاه المهر الأحمر زامير ملك مربط زاخر في المركز الثالث. ثلاثة عشر من الجياد تنافست في ثامن الأشواط للخيل المهجن الأصيلة تكافؤ الدرجة الثالثة على مسافة 1200 متر. فاز المهر الأحمر أقدار ملك المدرب إبراهيم سعيد المالكي بالشوط محققا زمنا وقدره دقيقة وإحدى عشر ثانية وست وثلاثون جزء من الثانية بقيادة عدنان حوا. جاءت المهرة الحمراء أدوليشن ملك عبد الله مبارك النعيمي في المركز الثاني، تبعتها المهرة الشقراء فنشورا شادو ملك مربط إنجاز في المركز الثالث. الحمد لله رب العالمين، حصان يعني شكل السبرنتر، ودائما أشوف في مؤهلات السبرنتر صراحة. ركضت مرتين كان دائما يتراجع في اخر الامتار، بس حصل له شوط المناسب على الرمل وذي كذا، والحمد لله رب العالمين ركضه حلوه وشكل ما شفته مرتاح فاز. مستوك الف مبروك للي حصل على المركز الاول في الاشواط الاربعه اللي شفناهم، معوضين خير ان شاء الله للي محالفهم الحظ في اشواط واسباقات جايه ان شاء الله. تابعنا معاكم من الخامس الى الثامن. جاسم الغزالي، رايك في الاربع اشواط؟ الشوط طبعا الرابع مبارك لاخونا الخامس سوري مبارك لاخوي عبد العزيز الكثيري، وعبد العزيز يقول مستغرب من الحصان فاز في المسافه، انا اقول لا تستغرب، عيال كودياك دائما يعملون المسافات القصيره، وبالعكس الحصان يمكن جرب مسافات بعيده مركض وجاي من برا راكض بعيد، بس عيال كودياك معروفين يعني خاصه المضامير الرمليه وعلى السبرنتر ادائهم جدا ممتاز، وهذا دليل اكبر دليل ان الحصان يوم حطه في المسافه القصيره فاز، يستاهل عبد العزيز اخوي.
حصان اخونا المطوي عميد الملاك انكر ديبل رجع في المضمار الرملي ورجع فاز فوزه صراحه. لو شوف الحصان يمكن مع الكوع اخر حصان قبل اخيره بعيد يعني ما اتوقع ان الحصان ممكن يعمل هالفنش هذا، بس ما شاء الله عليه اداء جدا ممتاز وفاز بطريقه مرتاح وشايخ على الخيل. لفت انتباهنا وانتباه ابو خليفه ايضا. نعم نعم، ولو تشوف في يعني انت في الكوع في السيده كان ترى بعيد عن الخيل كثير كثير ما شاء الله عليه، بس ما شاء الله حصان عنده امكانيات يستاهل. سمجد الحمد لله رب العالمين توفقت فيها 1400 هاي مسافات سباقات رمليه تاديها 1200 1400 اللهم لك الحمد يستاهل ابو خليفه. يستاهل. اقدار حصان ابراهيم المالكي ادى اداء جدا رائع صراحه وكان شايخ على الخيل، وطريقه ركضه هذه يعني يمكن السبرنتر قالها ابراهيم الحصان يعني محتار بين السبرنتر وبين بعيد يؤدي له، بس واضح في السبرنتر عنده امكانيات كبيره، مع ان العام اتذكر فاز في مسافه ابعد بعد. نعم بس فاز في الألف، بس الاحظ في السباقات الرمليه قاعد يؤدي اداء افضل. نعم. من سباقات الحشيش، وطريقه ركضه يعني بين الحصان عنده امكانيات كبيره صراحه. وهذه انا اقول عند بسعيد بيركض نفس الحصان اللي كان عنده قبل وانكل بيكس. ايوه نفس وانكل بيكس ابي يطق ورعد بلحقينه ما شاء الله عليه ركضاته حلوه. الله يستاهل اكيد. هو اللي لفت النظر هو بعد حصان عبد العزيز الكثيري الله يبارك له وحصان وحصان حسن بعد يستاهلون. الف مبروك. ومثل ما ذكر اخوي جاسم الغزالي اثنى ايضا على المدرب ابراهيم المالكي. السباق هذا انا اقوله كان بين ابراهيم المالكي وجاسم الغزالي، ثلاث فوزات ثلاث فوزات، وصلنا لشوط الكاس. من اللي اخذ الاول ومن اللي اخذ الثاني ايضا بين الاثنين من غير قصور في اخواني المدربين. خلونا نشوف معاكم شوط الكاس اللي كان الشوط التاسع على كاس مرمي للخيل المهجنه الاصيله. أبو محمد راشد، طبعا الشوط كان فيه تحدي صراحه، يعني كانت الترشيحات كلها تنصب على الجواد اللي هو بلاك بيتش، فبالفعل يعني اداء الجواد كنت مرشح الدله يا راشد. اي الدله نعم. شغازولت هنا طبعا حصان يمكن تصدر الشوط لين الاخر، ولكن بلاك بيتش يعني شفنا دخوله في هالشوط كان دخوله قوي يعني صراحه، يعني كانت في منافسة مثل ما تشوف الحين، كان الحصان منفرد الأول. سكازولو هذا اللي قدام. إيه. نعم. سعيد هاي لو أن أنا تو يعني ما سواها نفس اللي قبل. لو أن ممسوك الحصان بين الخيل. نعم. صعب ممكن ترى يفوز على بلاك بيتش. هو الحصان يعني طلعه وايد راح، وأنا لين آخر تقريبا 50-60 متر قلت خلاص مو بلاحق بلاك بيتش، لكن الحصان اللي هو بلاك بيتش يعني لا عنده نهاية صراحة. ما شاء الله وكان في محل الترشيح، لكن الحصان اللي عند بسعيد اللي جه ثانية الحين لو كان يعني أنا أقول لو كان موظف الحصان ممسوك مع الخيل ممكن يعني تصير منافسة قوية على الفنش. ما أقول لك إيه. أنت تقول لو أنه ممسوك مع الخيل، عندنا المدرب توجيهاتك للخيال في هذا الشوط قلت له يطلع راس؟ لا صراحة أنا توجيهاتي ما بالطريقة هذه، توجيهاتي كانت أن على أساس أن بواب ترغم بوابته الاخيره كانت الحصان، قلت له يعني لازم تهتم انك تنجز بسرعه. نشوف جانب من التتويج ايضا معانا علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعيه القناص القطريه ورئيس مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد اللي سموا هذا الكاس باسم مرمي لان المهرجان يكون في مرمي، وايضا السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعيه القناص القطريه وايضا نائب رئيس مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد وايضا مدير النادي ناصر شريده الكعبي. اسمح لي قاطعتك يا ابو سعيد تفضل. التوجيهات كانت يعني ان عشان بوابته بعيد الحصان، فقلت له لازم تحاول انك تنقز الحصان مضبوط على اساس انه ياخذ من يقعد في المراكز الاولى، يعني ما عندي مانع انه يركض قدام الحصان بس قريب، او ثاني يقعد ثالث في المراكز هذه. بس نوضح ان المسافه 1200 سبرنتر يعني ما اي، بس الحصان يوم طلع قدام رجع لي الخيار قلت له وايد يعني استهلكت الحصان في البدايه، وايد استهلكت الحصان، لو خازن الحصان شويه ممكن يعطيك فنش احسن. ترى انا جيت حق بسعيد عقب الشوط على طول جيت حق بسعيد وقلت له يعني لو كان حصانك موظف غير الركضه هذه هذا هو على الشاشه. قال هو راح سريع، قال انا ما قلت له روح قدام بالطريقه هذه. هو شوف انا ما اقول لك يعني انه كان بتصير منافسه وضعها ثاني، ممكن يجون ديد هيت ممكن يضرب بلاك بيتش، بس لان اي مسافه للسبرنتر الحصان اللي خلاه يسوي السرعه هذه معناته عنده نفس، حصان عنده قوه،
لو شوي الجوكي ساند الحصان يعني ما خلاه يروح المسافة هذه ممكن تختلف يعني النتيجة، أو ممكن ما يعني ما في يعني في تنافس غير اللي شفناه احنا. مشاهدينا الكرام، احنا تكلمنا ويمكن عطينا شقازولو لان يمكن شفناه طلع ونتكلم، ولكن الحلقة اللي راحت بالإجماع الترشيح كان على بلاك بيتش، ما نقلل من شانه، يمكن الوحيد أبو محمد راشد اللي راح مع الدلة. جاسم تكلمنا يمكن عطينا الثاني أكثر من حق الأول، وبحكم أن شعيل بن خليفة الكواري هو اللي حصل على المركز الأول وأنت المدرب أيضا لك حق مثل ما شفنا هذا الشوط وشفنا بلاك بيتش، هل فعلا لو أن اللي حصل على المركز الثاني في النص يمكن يفوز على بلاك بيتش؟ السباقات كل شيء وارد فيها، ويمكن الجواد شيكازولو مثل ما قال إبراهيم راح قدام شوي بدري، بالعكس بالنسبة لي أنا كمدرب يعني كانت تعليماتي واضحة لخيال جيرالد إنه ما تعطي فرصة الحصان هذا يبتعد عنك، أنا حط يعني تكتيك السباق إن هذا الحصان هو المنافس لي، وقايل حق جيرالد إنه ما تخلي الحصان يبتعد عنك كثير. بالنسبة لي أنا جيرالد شوي تراخى وأمن زيادة عن اللزوم، كان عنده ثقة في الحصان كثير في اللي هو بلاك بيتش، يعني خلى الحصان اللي هو شيكازولو راح بعيد عنه شوية، وهذه كانت نقطة صراحة يمكن ما تكون لصالح جيرالد أو لصالحي، لأنه ممكن كان يفوز الحصان اللي هو بلاك شيكازولو. كل شيء وارد، لو كان تم معانا يمكن يكون أفضل له، يمكن يكون مخزن، وإحنا نعرف دائما الحصان كل ما خزنته عنده فينش قوي. بس بعد أنا أقول لك يعني الجواد اللي هو بلاك بيتش يعني لو تم معاه الحصان شيكازولو يمكن أتوقع بفوز بطولين ثلاثة بعد، يعني أنا وجهة نظري أنا هذا صحيح، ومن حقه، لأن نعرف الجواد بلاك بيتش عنده فينش قوي وعنده دخول قوي. جيرالد شوي تراخى في فترة، حس إن الحصان اللي قدامه يعني ما أعطى أهمية إنه مفروض يكون في ظهارة قريب في المسافات القصيرة بالذات السباقات الرملية، لابد الخيال يكون واعي يعني ما يغلط، الغلطة تكلفك وايد. بس بعد يمكن كلام الشباب يكون صحيح، لو منتظر الحصان يمكن بيأدي أفضل من الأداء هذا، سباقات كل شيء واحد. احنا نشوف بلاك بيتش هو المرشح الأول صح؟ وانتوا رشحتوه؟ نعم صحيح. الحصان بس انا حصان شيكازولو حصان ابراهيم حصان خطير ومش بسيط، هذه ثاني ركضة له. انا كنت معك في البيدك جاسم اذا كنت اليوم قلت لك انا كان رقم اربعة، اتذكر الحصان نعم كان عليه رقم اربعة. نعم قلت لك رقم اربعة هاي وش، قلت لي هاي عند ابراهيم حصان هو اللي كنت مرشح نعم. يعني منافس ممكن. انا يعني اقول لك بنيت الخطة كلها على حصان ابراهيم، لان بعدين لما شفنا ركضة الحصان في السباق انا السيدة جيت حق ابراهيم قلت ابراهيم يا اخي حصانك كان بيفوز، قال انا يا اخي ما راح سريع، ما قلت له ركض قبلها باسبوع خيال ما اعرف ركض مع خيل اقوى من هالامكانيات وجاء مركز ثالث ثالث يعني ركض حصان زين احنا جاسم احنا اظن مستقبل كبير ما اقول لك. شوف هذا اللي ندور احنا الخيل اللي هذه اللي عندنا مثلا الحين عمرها كم؟ ثلاث هذه الخيل توها قلبها اي بلاك بيتش احنا تكلمنا عنه عن ركضات شفناها قبل، انا الحصان هاي اول مره اشوف ركضته، ثاني ركضه ابراهيم له اي بس ما شفت ركضته قبل. اقول لك حصان ما شاء الله يعني هذا ان شاء الله نبشر الخيل اللي بتكون رئيسيه لا عندنا ترى بلاك بيتش ما نقل من شيء انا بلاك لا 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 بعد واحنا بعد نبشر المشاهدين جيد ما شاء الله نبشر المشاهدين ندور تطلع عندنا سامي خيل جايه ان شاء الله لسيف سيد سمو الامير. شفنا السباق اللي كان تسع اشواط ست اشواط انتزعوها المدرب الناري ابراهيم المالكي ثلاث اشواط، والمدرب المرعب جاسم الغزالي ثلاث اشواط، وثلاث اشواط توزعت على اخونا عبد العزيز الكثيري ومحمد الكواري وعميد الملاك حسن المطوي. خلونا نشوف معاكم الخيل المشاركه في سي سمو الامير او بعض الجياد بعد هذا الفاصل. يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من برنامجكم الوذن. شفنا معاكم سباق اللي راح اللي كان على كاس مرمي، واللهم لك الحمد نبارك لكل من فاز ومعوض خير ان شاء الله للي ما حالفهم الحظ، وكان
بحضور أخونا علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية وأيضا نائب الرئيس محمد بن عبد اللطيف المسند، بيض الله وجيهم يعطيهم الصحة والعافية. الحين وصلنا للمحور الثاني، راح نتكلم عن الجياد اللي مشاركة من خارج الدولة وأيضا اللي موجودين عندنا. حلقة اليوم والحلقة الجاية إن شاء الله راح نتطرق لسيف سيدي سمو الأمير، إلين نكون معاكم إن شاء الله في بث مباشر على قناتكم قناة الريان يوم الخميس 25/2 إن شاء الله نحضر معاكم الأسباق على الهواء مباشرة. عندنا يوم الخميس 25 هذا منتكلم عنه بعد شوي، ولكن أبغى أتكلم هناك كؤوس وجوائز أكيد أنها باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سواء كانت الخيل المهجنة الأصيلة أو الخيل العربية. عندنا في الداربي كانت عندنا منافسة قوية بين جوادين دخلوا في الفوتو فينيش، ولجنة المعتمدون ما ميزت من الأول، أجمعوا أنهم أول وأول في عالم الخيل شو يسمونه يا أبو محمد اللي دخلوا اثنين مع بعض ديد هيت. اقسموا الجائزة على طبعا اجمعوا الأول والثاني وقسموها على اثنين. الجوادين مشاركين أيضا اللي هو طناف والمدرب مايك والجواد روك رانر، أكيد راح تكون منافسة قوية. هل يعيدون هذاك السباق أم جياد موجودة؟ عندنا ايجنت ميرفي وعندنا طشار وعندنا أفونسو، أكيد أنهم مشاركين من دول الخليج ومن دول العالم. و عندك 26 رأس جاي من عند الكثير، يعني عندنا أبو الأبيض إذا قلنا في الخيل العربية الأصيلة، عندنا المرتجز هذا 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 الرئيسي بيكون اللي هو المرتجز بيكون شهير، أركان أكيد عاصي رجعة قوية، عندنا كأس قطر الدولي أيضا للخيل العربية الأصيلة، هذا كأس وليس السيف اللي بيكون فيه المهر عباث ملك الشقب، أيضا عندنا من دولة الإمارات سوبج آز بيتر، هذا اللي هو الأربع سنوات، هذا الأربع سنوات نعم. عندنا كأس قطر الدولي للخيل المهجنة الأصيلة ثلاث سنوات، عندنا المحيط ملك الشقب، عندنا جواد إسناد ملك الشقب، عندنا الجواد أنيرو بايو المدرب مايك دي كوك، عندنا الجواد بارتك المدرب عبد الله كويتي. طبعا منافسات قوية، هذا جانب من الداربي اللي كان فيه طناف وروج رنر. أبو خليفة أسامي رنانة، أسامي قوية في الثلاث أيام المشاركة. أنا لين الحين ما تطرقت حق اليوم الرئيسي راح نتطرق عنه، ولكن أسامي قوية شفناها في الداربي وبعضها ما جات، بتجيك في سيف سيدي سمو الأمير. هو أبو علي هذا مهرجان من أكبر مهرجانات عندنا في الموسم، والسنة صراحة عندنا يعني المهرجان فيه عدد كبير من الخيل المشاركة اللي هي من خارج الدولة، ما يقارب 26 رأس جايينك من برا ما شاء الله. فصراحة بتكون كلها أشواط إن شاء الله إنها تطلع بالصورة اللي الإدارة صراحة عادة لها ومجهزين لها، يعني صراحة ما يعني ما قصروا من جميع النواحي، وإن شاء الله تظهر بالصورة اللي هم مرتجينها يشوفونها فيها، يعني خيل جايتك من برا من أحسن الخيول عندك من أقوى السباقات، وهاي اللي جاوا اثنين مع بعض شفتهم اللي ديدهيت هذولي موجودين طناف وروج رنر جايين بعد أيضا. فعندك يعني ثلاثة أيام حافلة بالسباقات من أكبر مثل ما قلت لك من أكبر سباقات الموسم عندنا. أكيد يعطيكم الصحة والعافية أبو محمد. جاسم الغزالي، أسامي مثل هذه الخيل وأنتم كمدربين أكيد أنكم تتمنون وجود مثل هالجياد، احتكاك معاهم منافسة، يعني شفناهم في الداربي بعضهم فاز علينا وبعض فزنا إحنا، الحين نستعد لهم أيضا مرة ثانية. أسامي مثل عباث مثل طشار مثل أسامي كثيرة، ما أخاف أني يعني أخطي في حق، لكن أنتم كمدربين مجهزين لهم أكيد أكثر من الداربي. طبعا سباق سيد سمو الأمير هو أفضل سباق، هو أكبر سباق عندنا، وما فينا أحد يقول أني مجهز حق السباق دي، أظن هاي كلام مش صحيح، كلنا جاهزين وكلنا محضرين حق السباق هذا، وإن شاء الله إحنا نتمنى التوفيق للخيل القطرية صراحة، يعني أي كان حصان قطرية أو مدرب قطرية أو أي شخص يعني يخص نادي السباق الفروسية تمنى التوفيق إن شاء الله. طبعا حياهم الله اللي بيجون برا وهذول الضيوف يا مرحبا على عين وعراسنا، بس تنافس حلو، شيء حلو بيرفع مستوى السباقات عندنا، وجود الخيل الأجنبية اللي بتجي برا بترفع وتيرة السباقات، ترفع مستوى السباقات عندنا،
تعطي إثارة أكثر صراحة، يعني هذا شيء صحي وجيد صراحة. مهرجان. بس اللي أتمناه إن شاء الله أن تكون الخيل القطرية يعني تظهر بصورة إيجابية وتؤدي أداء جدا ممتاز، وأنا أظن مطلوب يعني من كل الملاك والمدربين أن يجتهدون في هذا اليوم يظهرون بصورة، يعني لا بد إحنا نكون قد مسؤولية مثل الفروسية القطرية، لازم نكون إحنا قد هالمسؤولية هذه الملقاة علينا. إحنا كلنا ك يعني مثلاً ملاك أو مدربين واجهة للدولة في هالسباقات هذه. صحيح. فلا بد إحنا نكون إن شاء الله يعني قد هذه المسؤولية، ونتمنى إن شاء الله يعني إن السباق هذا يجي ونقدر نأدي شيء اللي يشرف الفروسية القطرية. والله إن شاء الله أنتم قدها وكفوا كمدربين. بس السؤال سأل الخيل، هم الحين الاثنين اللي شافوهم فازوا ضد هيت، انت تشوفون في شيء بينافس الخيل هذه من عندنا ولا شيء جاي جديد غير هاي الخيل؟ في خيل افضل من هالخيل جايه، في اللي على علمي انا في راسين افضل من هذول جايين بعد في نفس الشوط بيشاركون، في نفس الشوط واحسن من هالخيل هذه. بس انا اقول لك بعد الخيل القطريه راح يكون لها شان هالمره ان شاء الله اذا مشت الامور مثل ما احنا نبغي. يمكن سباق الداربي اظن كل اللي يعرف كان المطر شوي ما كان لصالح الخيل المحليه، يمكن ظروف المضمار، ظروف يعني عامة ما كان لصالحنا. نتمنى إن شاء الله إحنا السباق الجاي كل أمور طبيعية وكل حصان يعطي أفضل ما عنده إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا نقول حق إدارة نادي سباق والفروسية سعادة الشيخ محمد بن فالح الثاني والمدير ناصر شريد الكعبي وجميع من يشتغل في هذا النادي بيض الله وجيكم، يعطيكم صحة والعافية. بحكم أني متواجد أنا في النادي وقريب منهم أشوف التجهيزات على قدم وساق من فترة طويلة لهذا المهرجان الأغلى عندنا في ميادين الفروسية في نادي سباق الفروسية بمنطقة الريان، واعتقد أن هناك كؤوس جديدة أيضا انضافت في هذا المهرجان مثل كاس كتارا للسرعة يا أبو خليفة، بعد خيل قوية يا أبو سعيد. يعني كاس كتارا للسرعة أنت تتكلم على عمر 3 سنوات، المسافة 1200، ريفالينو، جولدن، بريكوناس، توني كريت، أسامي معروفة ولها ألغاب، مشاركة أيضا في كأس السرعة 3 سنوات. الصراحة دائما تشوف الأشواط هذه الثلاث سنوات دائما تشكل مفاجآت. سعيد بقطع كلامك، 3 سنوات وعلى. 3 سنوات وعلى. فما فوق. كأس السرعة اللي هو كتارة 3 سنوات وعلى. شوط السبرنتر المفتوح اللي كان قبل المونديال. مشاهدينا الكرام 3 سنوات فما فوق. أنا ما قريت فما فوق. بيض الله وجه أبو محمد، يعطيك الصحة والعافية. الله يجزيك خير. تفضل يا ابو سعيد. طبعا دائما شوط السرعه دائما يكون ممتع صراحه في الاشواط هذه، اللي دائما تكون مفاجات، وكل سنه نحصل حصان يختلف عن الثاني ما عدا اظن الحصان البحريني اللي هو كررها مرتين في شوط السبرنتر، تكون مفاجات كبيره. الخيل جاي من برا شكل ما تفضلت. انا للحين ما دققت في الخيل اللي جاي من برا صراحه. الشوط بيكون حلو حماسي، وانا اعتقد يعني خصوصا في شوط السرعه ما في بيكون في فارق كبير بين 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 الخيل بينهم بين بعض، فبنستمتع اعتقد في الشوط ان شاء الله. ابو محمد سم الله عدوك، انت راح ان شاء الله تكون ايضا من ضمن الشباب الموجودين في ذاك اليوم معانا في الاستديو. نعم. قبل أن ندخل على شوط سيف الامير، انا مجهز مشاهدينا الكرام يمكن جوادين وهجيات كثيرة لها قيمتها وما نقلل من شانها، ولكن أنا عندي يمكن ملاحظة على جوادين راح نشوف بس المقارنة بينهم. شو رأيك في المهرجان الجاي بشكل سريع؟ صراحة أوجه الشكر يعني لإدارة النادي جميع يعني بدون ذكر أسماء يستاهلون المجهود هذا، دخول يعني فتح المجال للمشاركة الخارجية في الأشواط في أكثر من الأشواط اللي كانت الأول يعني لهم حق يشكرون فيها، هذا يرفع المستوى يعني لا شك أن الملاك تعرفون خيلهم وشو مستوى خيلهم عالميا، مو بقاعدين ننافس بعضنا بالبعل يعني. فتح الأشواط وحضور خيل من برا للمشاركة، ملاك ومدربين مشهورين نقعد نشوفهم في مضمار قطر، مضمار الريان، طبعا هذا شيء احنا شرف لنا يعني ان نشوف مشاركات كبيرة مثل هذه، ونشوف المدربين طبعا المحليين والملاك المحليين شلون يتطورون مع هاي المنافسة، فالله يعطيهم العافية صراحة انجاز يعني ان شاء الله الله يتمم على خير ونشوف ان شاء الله فايز من عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا مهرجان لمدة 3 أيام للسباقات، ولكن مثل ما قلنا يوم الخميس تاريخ 25/2 هو اللي بيكون الرئيسي، 8 أشواط كلها كؤوس وسيوف وشلفة أيضا. فيه
حامل اللقب المرتجز ملك الشق بريسنج هذا، وايضا فايز في كاس العالم للخيل العربي الاصيله في سباق قوس النصر، ورجعت عاصي لكل منهم ركضه. خلونا نتابع معاكم المرتجز وعاصي شلون ركضتهم، واكيد بهذا نشوف معاكم على الشاشه المرتجز ابو محمد. مرتجز عارفين انه يطلع راس وينهي راس. طبعا وجود الجواد مرتجز في السباق سيد سمو الامير هذا شيء جدا يسعدنا جميع، عوده المرتجز مره ثانيه حق السباقات بعد سباق الارك. هو بطل سيف سيد سمو الامير الموسم الفائت وراح بطل الارك الفرنسي، فحصان لا وضعه ولا يعني ثقله في السباقات الخيل العربيه. عودته مره ثانيه للسباق هذا، هو طبعا النقاد كلهم هو المرشح الاول في السباق الجاي ان شاء الله، بس عودة الجواد عاصي وركضة العاصي. آخر مرة العاصي دخل قبل سنتين في سباق سيد سمو الأمير، هو الأول جواد إنتاج محلي يركض مع المستورد وفوز في السيف، وهذه كانت جراءة صراحة كبيرة من سمو الشيخ محمد أنه أصر أنه يحط الحصان هذا في سيف سيد سمو الأمير مع المستورد، وكان عنده إمكانية يحطه في شوط الإنتاج المحلي وفوز بكل سهولة. بس النظرة صراحة هذه اللي كانت حطوا في السيف جات في محلها صراحه، واثبت ان الانتاج المحلي وانتاج الخيل القطريه عنده امكانيات ان تفافس خيل المستورده. وجودهم مره ثانيه مع بعض راح يعطي السباق اثاره وحماس كبير صراحه. ابو سعيد مساء شفنا المرتجز وما قصر ابو محمد، الحين نشوف شوط عاصي. المرتجز له ركضه وعاصي له ركضه. الصراحه العاصي ركض هالركضه ركضه عجيبه صراحه، مع ان احنا نعرف ان الحصان اختفى تقريبا سنه من سنتين او سنتين من السباقات، فبالرجعه هذه اللي هو رجع فيها وسباق يعني ما بسباق كان هين صراحه، ما باي سباق لا هذا السباق اللي فاز في سيف من سنتين الحصان يفوز في السيف، لكن الحين ركض لو نشوف الاسبوع او من قبل اسبوعين ركض ركضه صراحه عجيبه مع خيل يعني خيل مستواها عالي، وفاز على الخيل يمكن تقريبا بسبع ثمان اطوال وفي الايد الحصان، فتخوف ركضته صراحه. اذا الحصان قعد ان شاء الله يكون ما في حاجه دخل الحصان بالمستوى اللي روانا اياه بيكون خطير على الشوط، بيكون انا بالنسبه لي هو المرشح الاول بيكون في الشوط. ابو خليفه مرتجز يمكن يسحب الشوط وعاصي من نوع اللي شوف المرتجز احنا ان شاء الله يفوز المرتجز او عاصي، يكون عندنا السيف عندنا في بلادنا، احنا نتمنى كل مشارك في هذا السيف انه يفوز يا ابو خليفه، ولكن احنا اذا تكلمنا على حامل لقب وحامل لقب زين اوكي اقول لك المرتجز ترى شفنا ركضته الحين اللي هو كان في السيف العام الماضي، ركضته في فرنسا هناك احسن من الركضه هذه بوايد، طلع راس قدام وانها نهايه قويه وراح عن الخيل ابعد من المسافه هذه، صحيح يعني ركضته في فرنسا احسن من هاي الركضه، وكانت معها جهات قويه. نعم رجعت عاصي السباق اللي شفناه اخر مره، عاصي صراحه من عرفناه قبل سنتين كنت انا دائما ارشح يعني كنت دائما نقول ان هذا الحصان نادر، وفاز في سيف سيدي الامير وعقب راح جهزوا حق الارك وانصاب الحصان، ومن ذاك الوقت لين الحين رجع الحصان صراحه شفنا الله يبارك الله ما صلى على محمد حصان يعني ركضه خارق، حصان ركضه صحيح نادر يا اخي، تجيك خيل ندر هذا من الخيل الندر عاصي نادر بيض الله عجل المرتجز حصان له تاريخه، عاصي ركض عرفناه لكن وقف سنتين، الركضه هذه اللي فاز فيها كانت ركضه صراحه يعني، لكن بعد لما يدش مع خيل بكره في السيف وضعه بيكون ثاني، ترى بيدش مع خيل قويه ما تدري بنعطيهم حق في خيل جاي من برا بعد راح يكون لها شان السباق، هو بيكون ما صح بيكون الحصان خطير في الشوط، لكن بعد ما تدري بالخيل اللي وياه من المرتجز ترى ما يقل من شانه ولا والخيل اللي جاي من برا، لكن انا اقول ان شاء الله عند عاصي او المرتجز. طبعا اكيد مشاهدينا بيبين من اللي بيشل سيف سيدي سمو امير بلاد المفدى، والحلقه الجايه راح نعطي هذا الموضوع حلقه كامله اكيد بتكون عن ان شاء الله سيف سمو الامير. راشد ما راح انتقل له الحين لان يعطيني ترشيحه، فاصل بعد الفاصل رجع لكم. We'll be right back.
يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. قبل الفاصل تكلمنا عن ترشيحات سيف سيدي سمو الأمير والجياد المشاركة، واليوم والحين بعد الفاصل المحللين ترشيحاتهم. صار تغيير في بعض المراكز ولكن من اللي زال في الصدارة، خلونا نشوف معاكم المحللين ترتيب المحللين في ترشيحاتهم لسباق نادي سباق الفرسية. خلونا نتابع معاكم نشوف من اللي في الصدارة. جاسم الغزالي ما زال متصدر ب 45 نقطة من 24 شوط، راشد المالكي أيضا 36 نقطة من 23 شوط، علي بن ثامر المحشادي تقدم للمركز الثالث 30 نقطة 21 شوط، تراجع إبراهيم المالكي للمركز الرابع 27 نقطة من 20 شوط، وأيضا هناك تحريك، نقول تحريك من عبد الله الكبيسي 21 نقطة من 23 شوط. السباق الجاي نشوف التداخيل ونشوف ترشيحاتهم، نشوف تداخيل الكاس الجاي بيكون على كاس وذنان للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. نشوف معاكم على الشاشة هذه التداخيل، راح يكون 16 جواد راشد، منافسة راح تكون قوية لدرجة أنك لين آخر لحظة ما رشحت. فعلا شوف، في خيل قوية موجودة بالشوط، وفي خيل يعني جديدة طالعة قاعد يرتفع الهانديكاب وريتها قاعد يرتفع موجودة بالشوط وشايلة وزن أقل. يعني ممكن هذه الخيل اللي شايلة بعامل الوزن وأن هذه الخيل قاعدة تتطور، ممكن أنها تتغلب على الخيل اللي أعلى ريت في الشوط، والمسافة يعني عندها تسنح لها أنه يعني 1900 بتساعد الوزن الخفيف وايد. نعم المسافة يساعد. نعم. والمضمار رملي و16 نعم. جواد أبو سعيد. صراحة الشوط شكل ما قال لكم محمد صعب الترشيح، لكن أنا دائما في الأشواط هذه خصوصا الطويلة وأروح مع الوزن شوي الحصان اللي متطور شوي ووزنه معتدل. كان نقول وانا رايح مع اب هولند، اب هولند ركضات على الرمل وايد حلوه، الحصان طلع صوره حلوه في اخر سباقاته، شايل وزن 54 كيلو، فانا اعتقد ان الترشيح او ترشيحي انا منصب له. ما دام ابو سعيد قال ترشيحي، خلينا نشوف جاسم الغزالي راح مع اب هولند، راشد الجهني في اخر لحظه قال ليشا، ابراهيم المالكي مثل ما ذكر الحين اب هولند، علي بن ثامر المحشادي أندر ذا رادار، نوفيس، عبد الله الكبيسي راح مع نوفيس أدفنتوس. يعني قال لك راشد أنا بأريحية، جاسم الغزالي قبل لا يدخل الاستوديو رشح، أنت كان عندك؟ وشوف الخيل هاي مرشح اللي هو أب هولند، بس مثل ما قال لك محمد ترى في خيل يعني الأوزان تساعدها على المسافة هذه والمسافة رملية. أنا حتى كنت بروح مع لشة ممكن ترى يسويها، اللي هو الحصان هذا اللي رشحت عند محمد بن حمد، فايز مسافة طويلة وأول مرة يركض رملي. ولشة ملك مبارك الجفال النعيمي، فبعض الخيل شوف يعني تفاجئك في الرمل أول مرة تركض، أنا على هالسبب رشحته، ممكن يفاجئهم لأنه ما قد ركض على الرمل ممكن يسوي نتيجة حلوة على الرمل، ولا خيل كلها ما ندري عنها. بعدين انا مرشح يعني ما تدري الترشيحات، ما نبي كلنا ننصب على ابو هولند، ابو هولند مرشحين الربع وحصان ترى ركضاته وايد زينه قبل. لا ننسى ابو خليفه بعد جواد بيتر اندرس، ترى حصان بيتر اندرس هو التوب خطير ودائما في السباقات الرمليه حضور قوي، بس ما شفناه من زمان. هذه النقطه احنا شوي يمكن اللي بيتر ردنا اندرس منه، هو اللي كنا احنا بنرشحه صحيح، وهو بس من زمان ما ركض الحصان. اخر مره يوم راح نيوبري راح لندن هناك من شهر خمسة، اي بس ما عاد شفنا راكض الحصان، ولا الحصان هو المرشح، هو البطل، هو اسمه حصان ما شفناه من فتره طويله. وفي بعض الناس كلموا المدرب قال لهم لا لا ترشحونه. ليش في حد كلم المدرب قبل نطلع الهواء؟ اي قبل هناك في النادي قالوا له نرشح الحصان، حصانك شعلومه، قال له الحصان توني اجهزه ومو بجاهز. انت اللي كلمت المدرب جاسم؟ لا ما قلت جاسم، انا مو جاسم. لا انا اللي اسال،
انا اللي الحين حمودي بدير. اذا حد كلم المدرب يعني انا اتوقع اللي في المغرب بثامر. اتوقع لا لا ولا بثامر ولا شيء يعني يمكن ابراهيم المالكي. ايش قال لك المدرب؟ اقرب الناس للمدرب. ايش قال لك المدرب والله؟ احنا كلنا انت شوف راشد راشد يمكن جاء لك هو كلم معي. لا 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 انا يوم دخلت في الاستوديو جانا ابو سعيد هنا قعد وفي الترشيحات. طبعا هذه سوالف مشاهدينا في الترشيحات بيننا بين يمكن بعض الجياد اللي ما صار لها اللي صار لها فتره طويله ما شفناها اكيد نرجع للمدربين مخلفين. ابو علي صح احنا يعني كمحبين للخيل جدا ثلاثة. انا اسال جاسم اسال ابراهيم اسال راشد في المضمار هناك صحيح من حبنا للخيل هذه. بيتر اندروس يا اخي نسال المدرب زهير تعال يا اخي شعلوم نبي رجع الحصان اللي نعرفه احنا حصان بطل بيتر ما هو بنا يعني عز الله حصان طلع في وقته وليه الحين الحصان بس ما ندري عنه ما شفناه احنا حي بالعكس لما المدرب قال نكلمه يقول لك يعني يبشرنا ان الحصان في وضعه رجع اوكي هاي فرحنا يعني عز الله بس احنا مو بنسال عشان ترشح لا لان بعض الخيل ذاك اليوم تذكر اذا تكلمنا عن عاصي قلت لك انا الحين ما رشح عاصي ولا في البادي قلت لك مو مرشح بس اللي فاز اتمنى انه يفوز صحيح عز الله الخيل هذه الابطال يعني هذه اللي عندنا احنا ما نتمنى انها تنصاب ولا انها تختفي من المضمار والحي بالعكس هاي يزعجنا لما تروح هذه الخيل لكن بيتر أندرس هو المرشح الأول لو كان شفناه ما مستوى أو شفناه أنا ركض صحيح نعم من عام شهر 5 ما شفناه. أنا بسأل أبو سعيد بشكل سريع قبل أن نختم البرنامج جاسم الغزالي رشح أب هولند هو المدرب أبو سعيد رشح أب هولند جاسم الغزالي المدرب أنت مشارك أيضا ليش ما رشحت الجود اللي عندك؟ لا شوف الترشيح وخصوصا في الهانديكاب لازم تأخذ بالمعطيات. حصاني صحيح أنا مشارك في الشوط لكن حصاني أنا قاعد أجرب الحصان، حصان جديد علي يعني ركض عندي كم ركضة ما عجبتني فحاولت حطيته في الشوط هذا على أساس أنه أشوف الحصان هل يؤدي زين على الرمل المسافة الطويلة ولا لا. يعني في علامة استفهام كبيرة على حصاني ما مرشحه أنا. بيض الله وجهك. الحصان جاسم صراحة بالنسبة لي أنا هو الأقرب للفوز كوزن وراكض في رملي. راكض على الرمل فايز على الرمل على خيل زينة وزنه خفيف ما في وحصان تقريبا رملي الحصان يعني بالنسبة لي أنا هو الأقرب للفوز. أقول لك كان حصان جاسم ولا حصان زهير ولا أي مدرب فأنا أمشي مع المعطيات السباق اللي أو معطيات اللي عندي في الجدول صحيح. طبعا ال 16 جواد مشاركين توقعات من المحللين اللي بيفوز نقول له ألف مبروك اللي ما راح يفوز نقول له معاوض خير إن شاء الله. هذا كله بيبين يوم الخميس أكيد دعوة من إدارة نادي السباق الفروسية لكم يا جمهور تحضرون مثل هذه السباقات والتنافسات. بيض الله وجيه كل من حضر محللي برنامج الوذن وطبعا نتمنى لهم التوفيق سواء كلهم في مجال عمله إداري أو مدرب أو مالك. أنتوا أيضا نتمنى لكم كل خير مشاهدينا الكرام. موعدنا معاكم من الله أحياني وحياكم الأسبوع الجاي. تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا. دمتم في رعاية الله وحفظه.